لم تجد هذه العائلة المكونة من 10 أفراد سوى هذا الإسطبل المستأجر الذي اتخذته مأواً لها. عائلة تعيش ظروفاً مأساوية بعدما اتحد العوز، الحاجة والمرض ليشكل يوميتها. أنا عندي وليدات زحافيف، واحد زحاف وواحد كان مريض، سمعت وحمد مولانا للمسلمين بداني فيها، ولا نقرش ولا كل شيء، قال ما حد يعاوني بدا ويعاوني باش نداويهم وشي، هذا هو الخاص. العائلة لديها طفل معاق وآخر مريض وإخوة لهما محرومون حتى من حقهم في التمدرس والعلاج. ربي يا أخوي راني قاعدة فيها، راهي بالكرية ولاها كل دقيقة واقف علينا يضاه، صح الله قالب مزقي لنا، راهم ولادي مرات راكي ما عندك ندي له يا بغى حد يساعدني، هذا شوف رانك تطلع عينيه مراضية وهذا معوق ما عندي غير الله. جينا اليوم لمعاينة أسرة معوزة ساكنة في سكن مهدد بالانهيار، عائلة مكونة من 10 أفراد، أب وأم وثمانية أطفال، أحد الأطفال معاق، طفل ثاني مريض بالكلى وعندها عين مصابة. الحقيقة الأسرة تعيش في ظل يعني أوضاع مريرة جدا، احنا نطالبوا بالسلطات المعنية أنها تكفل بهذه الأسرة. محاولات الأسرة للظفر بسكن اجتماعي لم تجد أذانا صاغية، وهي اليوم تناشد ذوي البر والإحسان مساعدتها.